زيت الطعام عافية، اختيار يجدد قلبك. تحت شعار الجودة والتخصص، تأسست شركة عافية لزيوت الطعام عام 1980 كعلامة تجارية مدرجة تحت شركة صابونة. وسرعان ما تحول الشعار إلى واقع، واحتلت عافية صدارة الأسواق بجودة منتج زيت الذرة، لتبدأ تحدياً جديداً عام 2010 بإنتاج زيت دوار الشمس بتركيبة صحية خفيفة. من نجاح إلى نجاح، تصدرت عافية السوق من جديد في 2012 بطرح زيت الزيتون المستخلص من أجود المحاصيل المجموعة يدوياً في الشرق الأوسط. عام 2016 ترسخ اسمها كواحدة من أهم علامات الزيوت المنتجة من مواد طبيعية 100% بفضل جهود الابتكار والتجديد الدؤوبة. منتجاتها الصحية غزت أسواقاً تصل إلى مليار نسمة في أكثر من 30 دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محققة أرقاماً قياسية في المبيعات وصلت إلى نحو 1,700,000 طن من زيوت الطعام.